السلام عليكم، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم هو يوم الثلاثاء. اليوم هو يوم الثلاثاء. سوف نتعرف اليوم على مفهوم جديد، ألا وهو مفهوم فوق وتحت. لكن قبل ذلك في عندنا زميل حلو كتير كتير رح نتعرف عليه اليوم، بحكي لنا مرحبا يا أصدقائي، هل يمكنكم مساعدتي في إيجاد بعض ألعابي؟ حسنا، هيا نبدأ. أين الكرة؟ أين الكرة؟ أحسنت، تحت الطاولة. رائع. الآن أين الكرة يا بطل؟ رائع، فوق الطاولة. أين الطائرة؟ هيا فكر، أين الطائرة؟ هل هي فوق الطاولة أم تحت الطاولة؟ نعم، أحسنت، تحت الطاولة. والآن أين الطائرة؟ رائع، فوق الطاولة. فكر معي، أين السيارة؟ أنا لا أجدها. هيا ساعدني في إيجاد السيارة، أين السيارة؟ أحسنت، تحت الطاولة. والآن أين السيارة؟ رائع، فوق الطاولة. شكرا لكم على مساعدتي. هيك بس بنكون تعرفنا على مفهوم فوق وتحت. لما تكون الكرة على الطاولة من فوق بنحكي فوق، لما تكون تحت الطاولة بنحكي تحت. وتعرفنا كمان عن طريق جبنا أمثلة، وكل واحد فينا تعرف على مفهوم فوق وتحت. أوكي، بس بشوفكم إن شاء الله بالحصة القادمة. مع السلامة.